في ألف طريقة تواجه فيها البقع، بقع صعبة وما بتنشي، بقع عميقة وما بتروح. شو ما صار عندك طريقة واحدة. النشا للنظافة العميقة بأقوى تكنولوجيا ألمانية، يتغلغل أعمق لإزالة أعمق البقع بلا ما يتلف القماش. لأحسن نظافة هذا البرنامج يقدم لكم برعاية لوشا. لوشا للنظافة العميقة. كانش احلى من هذه الكلمات. اهلا وسهلا بكم انتم اعزائي المشاهدين دائما على قناتكم المفضله اللي هي الجزائريه وان، ودائما حصتكم الافضل والافضل سوق سوغنسا. ما تحلاش القعده بلا سوغنسا، وديما نطلع عليكم كل ربعه ان شاء الله. ونشكركم بزاف، خاصه الناس اللي راهي تتبع فينا وتبعت لنا في الميساج، لكم الف شكر على الوفاء تاعكم والمتابعه. ودارنا اليوم اكيد معمره بالضياف وبالبركه وبحباباتي وبيا انا. نبدا بروحي انا، نرحب بروحي انا في داري ومن بعد نرحب بالانيقات اللي معايا. مونيا في شبه اليوم صح، ديتيها لي شتيها؟ شنو هذا خاهي مصاري؟ عينيك لي ملاح. مرحبا بك مونيا. ميرسي، مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله ندوزوا وقت ظريف وخفيف معكم ان شاء الله يا رب، وندوزوا اوقات ممتعه. اميره من مونيا، روحوا الاميره. اميره ما شفناش بعضنا من العيد. وي من العيد. زينتي ولا سمنتي ولا شو السر؟ ولا غير السمنت، واقي السمنت. انت اليوم كي شابه. اميره هي من الناس اللي تاكل وما تسمنش. تاكل وما تسمنش. نحسبها. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعافيه، وان شاء الله تجوزوا معنا وقت خفيف ظريف مع ضيوف اللي نحبهم بزاف. وهي معنا وحده توحشتها بزاف، يعني مازال ما شفتهاش ودوك تشوفوها، دوك تبريزونتيها لكم. ما تحرقيناش المفاجاه. ما نحرقش المفاجاه، على بالي بلي مازال ما دارت ليها الكاميرا. لاول مره في سوغنسا نحرق منيا وما نبداش بالراجل. جامي صرات موالف، تبدا دائما بالرجال، دائما تبدا بالرجال. اليوم بدلت، اليوم اليوم دارت ما كنتش دارت الكونتورين. داروني ولبست لي بايات تبرق، الحمد لله دارت سموكي. دوك يقول لك درتي معاهم رحتي فيها معنا ضيوف اعزاز وشرفونا في دارنا. نخلي الراجل للاخير، هو موالف موالف دارنا، دارنا هذا مول الدار، هو مول الدار. وهذه لأول مرة، على الرغم من استدعيناها شحال من مرة وما كتبتش، اليوم كتبت. ما عندهاش ما عندهاش الوقت. اليوم كتبت باش تكون معنا. كي نقول شحرورة نقول ما لقيتش باش نلقبك، نقول لك صاحبة القلب الطيب. الله يسلمك. الفن خليوها في بلاصتو، على خاطر تعاملت معاها في واحد الحصة لقيتها صح، قلبها طيب 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 بزاف، والمحبة اللي عندك إن شاء الله يا ربي تكون في قلوبنا كامل. معنا اليوم الفنانة، الفنانة تاع الصح نعيمة عبابسة. أنا صح. يعطيكم الصحة، مساء الخير عليكم، واني بزاف فرحانة اللي جست في ليميسيون اللي نحبها بزاف سوق نسا. يعيشك. و سيتي مون سوي، مي على بالك مع العرس والخدمة كل يوم، و مي دوك فريمون سيت ان بليزير مع هاد الوجوه النيرة وجميلة الجزائر، ما شاء الله عليكم. يعيشك حبيبي. يعيشك يعيشك. نورنا ثاني بوجوده كما قلنا مول الدار، والراجل والفنان شاب توفيق. الله يعيشك. يعطيكم الصحة على الدعوة، نقول لكم فات علينا العيد صافي سمانة، صحة عيدكم وعيد كل عمال جزائرية وان. كنت معنا قبل توفيق. وي فت معاكم. فت معنا في لا سيزون دو توفيق، جوز معنا المولود. 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 المولود النبوي شهري. فوالا. المولود مع لطيفة بلاكوش. الله يذكرها بالخير وصحة عيدها. وحبيت نحيي كل
الجيش الابيض اللي راه واقف على الكورونا هذه، الدرك والحمايه والامن، والشعب واللي مات وربي يرحمهم واللي راه مرض ربي يشفيهم، وان شاء الله نفوتوها مليح اليوم مع اختنا نعيمه. ان شاء الله مرحبا بكم، نورتونا دارنا. واعزائي المشاهدين اكيد اللي متبع سوكونسا يعرف لي زيتاب تاعها. لي زيتاب انا هضرت بالعربيه، هي هضرت بالفرنسي. لان ديما عندنا موضوع ماشي احنا يعني نفرضوه، ان نتناقشوا فيه كما اي دار فيها قاعده وفيها موضوع يتناقش. اليوم موضوعنا راح يكون على الاولاد الصغار. علاه؟ علاه؟ لانها مناسبه مع عيد الطفوله. الاثنين كانت عيد الطفوله اللي بالمناسبه هذه نهنيو لكل الاطفال، كل الاطفال في العالم ماشي في الجزائر برك، نقول لهم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله عيد الطفوله تنشر المحبه والتفاؤل بيناتكم يعني، والامل، والطفوله تبقى طفوله. تما احنا كنا نتمناو لو كان نرجعوا صغار، وكل انسان كبير بداخله طفل صغير في حد ذاته، عنده طفل صغير لداخل. علاه خيرنا هذا الموضوع؟ لانه خاصه في هذا الحجر حكينا قبل على الاولاد واش يديروا في الحجر، ومنا وجبنا اساتذه وهضرنا عليه. اليوم راح نهضروا خصيصا لانه الحجر طول، يعني نفسيه الاطفال في الحجر كيفاه راح تكون، وكيفاه الناس قاعده تتعامل معاهم، ولا قاعدين نعرفوا ما نعرفوش. المهم راح نتقاسموا هذا الموضوع معنا، واكيد انتم تاني اللي عندهم الاولاد كامل راح تشاركونا بارائكم، وعندكم اراء ليكم انتم اللي عانيتهم مع الاولاد يعني اكثر من احنا الناس اللي ما عندهاش الاولاد. اول كلمه راح نقدمها لضيوفي الاعزاز. نعيمه، وش على بالي عندك ولاد ولادك؟ عندي ولاد ولادي، خاطر نشوفهم ديما معاها. كان صعب جدا خصوصا للامهات والاطفال اللي متعودين بالروضه، دونك غلبوا بزاف للاطفال صح، انما يعني كي تعود وليد ساعه، كي تعود دار كبيره وليد ساعه، ما يحسوش بزاف الاطفال يعني مدايرين لهم. ما نخمم على اطفال يعني اون جينيرال. دونك انا بالنسبه لبنت بنتي ولاد وليدي صح، بون بيبي وحده صغيره، مي اللي الكبار هذوك شويه غلبوا بزاف، مي لي مامون يعني زون بروفيتي من هذا الكونفينمون باش يديروا لهم دي ديسان، يعلموا لهم، وقفوا معاهم. ثاني الام عندها دور، عندها دور. ونسيت نقول بون فيت توت لي مامون ثاني، باسكو الام من غير الام ما كانش الاطفال اكيد. بس يعني كل حاجه بالاورغانيزاسيون، لازم ومرات تحبطهم لي هكذا يبداو ونساي. انا مرات نتعلم لا ميوزيك، نعلمهم بابات فرج البنت يعلم شويه قران البنت، وحفظ 4 اون يعني ثم شغل شغل. انا لاحظت الام ممكن احسن من المدرسه، اول مدرسه الام كي تلتهب بولادها وتكون اورغانيزي. مي كاين اطفال ثاني اللي كاين ضيق في الدار وما كانش وين الله غالب وين يتنفسوا. ايه ان شاء الله شده وتزول يا رب. ان شاء الله توفيق. هي واش تقول لك نعيمه شويه داكور معاها، كاين تانيك الضيق يلعب دور كبير، وحاجه المليحه اللي تانيك كاين الرجال عرفوا قيمه المراه اللي تقعد في الدار. كاين الرجال ما يقعدوش في الدار، يخلوا نساهم قاعدين في الدار ينغموا. دي فوا المراه كي تقول له مانيش نخرج او عرف القيمه تاعها. والحق الكونفينمون هذا ربنا مليح، كان اللي ما كانش يعرف يطيب ولا يعرف يطيب يدير شغل يفون بيو بوكو تشوز. والدراري نقول لهم صحه عيدهم عيد الطفوله، وان شاء الله يروح علينا هذا المرض هذايا، نعملوا حفل ماشي غير عيد الطفوله، الحفل الاول اللي نديروه الجيش الابيض اللي راه واقف يداوي في خاوتنا. وثانيك البنات والدراري صغار هذوما كاين بزاف يعني، شوف يتقاربوا ويسلموا على الدراري وبوسوهم. نو سان بيبي، وكان مر ما يعرفوش الكورونا يفهم ما يخلوهم يخرجوا كي تعب راحوا للبحر. نقول لهم لازم كي شتي نهار العيد راحوا كاع للبحر، مازال ما راه علينا ان شاء الله يروح علينا قرب وقت. والله رانا بوزوان نخدموا، ورانا بوزوان كما يقول لك العائلات يتقربوا لفاميتهم، ترجع الحياه الطبيعيه. لازم لازم اختي والله غير بزاف ان شاء الله يروح علينا برك هذا الهم هذا. ان شاء الله يا رب. هي هي علاه خيرنا الاولاد؟ لانهم الاولاد ما يحملوش كما يحمل الكبير. نعم. بلغوا الرساله البارح، سامحيني بلغوا الرساله كشافه البارح في المركز البريد، وراو كيفاش عيدوا الطفولة. خمسة ولا ثلاث بنات وربع أولاد داروا درس ميساج شباب للدراري البارح، سيتي بيان كشافة يعطيهم ثانيك صحة، داروا حاجة شابة. أما ثانيك واش راهم يديروا ثانيك في الجي سونت ولا في كل دائرة تاعهم اللي كلون سي بيان. كاينين كاينين. بلغت رسالة ثانيك وزارة الثقافة، بلغت رسالة كاين فنانين شعبي في رمضان كانوا يديروا لي كارتي شعبي شونتور واحد درا كانوا يروحوا لي بالباري يقولوا عليهم الناس من الدراري والفنان راه يخدم والفنان راه يجاهي في الشعب. كاين ناس يا حليل وكاين مدح دينيه، كاين القران، كاين عندنا كلش في بلادنا الله يبارك. داروا تحديات بزاف في رمضان بعد ما ناخذوا رايمونيا.
انا بوغ مو يعني ان انفون ما يقدرش يفهم، ان انفون ديجا ميم لو كان فهموا شنو هو الكورونا واش راهو صاري ما يقدرش يفهم ا بارتير دان سيغتان اج بالك ا بارتير دو 10 ان 12 ان يبداو يفهموا لي بلو جون ان نو كومبرين با شنو لو دانجي دو كورونا ما يفهموش شنو هي لا بريسيون او ميم لا بريسيون تاع لي بارون دي فوا يرجعوها في لي انفون تما هذاك لو كليما هذاك اون ان كليما تري انكسيوجين كاع نخرجوا بالقنطه واحد يسعل ندنا واحد يعطس نخافوا دونك ميم هادي اون لا كومينيكا نو انفون دونك les enfants مساك عندهم هذاك لو ستريس كي كومونيكي بار لي بارون بصح ما على بالهمش واش صاري اكزاكتومون على بالهم برك بلي ما يقدروش يخرجوا ما يقدروش يروحوا يقراوا ما يقدروش يشوفوا صحابهم ما يقدروش يروحوا فاكونس على بالهم انا بنتي قلت لها ما تروحيش ما تروحيش لا كريش قالت لي لا مامي كاين لا كورونا مي يا دي زونفون اللي مساكن شغل يقول لك تما كيفاش انا ما نجوزش الصيف يا دي زونفون كيون لابيتود دو بارتيغ اون كولوني ولا اللي يروحوا اون فاكونس شوفي العيد برك فوالا ولا ميم اللي شتا يهبط في الحومه يعوم يعني اللي عايشين على ليتوغال وكاع على بالنا تما يهبط برك للحومه يعوم ميم سا ايزون با لو دوا وكيما قلت كاين اللي عايشين في الدير كاين اللي عندهم بالك اون بياس ولا دو بياس ويسون 5 6 في هذيك السخانه السخانه اللي راهي جايه يعني فريمون جيسبيغ كو ديسي لا ربي يكون ان شاء الله رفع هذا الوباء علينا باش يعاودوا لهم والديهم فوالا باسكو هكاك في الضيق عايشين كامل سورتو في لي كارتي بوبولار اي تو تلقاهم موندني ميم تقولوا عاود تطلع لدارك سي بور سا دي فوا يصراو هكذا دي 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 دي, دي كلاش انت لا بوليس وهكا لي سيتي باسكو يقولوا اه وكي نعاود نطلع واش نقعد ندير مساكن ما عندهمش با كليماتيزور ما عندهم والو تما تلقاهم هكا في هذيك السخانه وهما كامل متلاسقين في هذيك الدار سي تري 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 الغمو جات لنا الكورونا بس هو سيت اون كريز انترناسيونال عالميه يعني واحد اكزاكتومون مي بون بالك بالك العالم راهو يواجهها ان بو ميو باسكو ايزون بوتيتر بلوس دو موايا تما كاين اللي فوالا كيما لا فرونس خلاص راهم دي كونفينمون قال لك لي ريستورون حيعاودوا يحلوا لي سينما فوالا عاودوا يحلوا اي تو دونك سافا يا ان اسبوار دونك جو بونس كو بالك حنا لو كان نزيدو نشدو شويه بوتيتر هاد لو موا دو جوان نشدو بالك جويي نعاودوا نشدو حنا كيما قالت بارك الله في كاميرا لو ريسبي حنا ما نتلاصقوش فين مرشي الله يبارك سيركيلاسيون ديجا قبل خمسه ما الطريق ما تقدرش بزاف هي حسب لهم لعبه والله ما هي لعبه والله ما هي لعبه صح صح هي نقصت الكره يعني نقصت بزاف الحمد لله وي الحمد لله مي حنا دي فوا كي نقولوا لا فرونس ولا نقولوا طليان حنا والله غير عندنا دي بون ميسان وعباك نزيد نقول لك في هذا لو كونفينمون لي زوبيتال تاعنا اللي تسقموا جاب لي ربي زادوا يسقموا ان شاء الله من الحسن للاحسن احنا ما دابينا حسنوا مليح ويستقبلوا المرض مليح اللي نحيي بنيبن نشكر رئيس الجمهوريه اللي تكفل به ممثل هذاك بنيبن مسكين مريض كاين هو خلاص تكفلوا به باسكو شفت الفيديو تاعو الحمد لله والله الحمد لله نحييوه ووقفوا معاه مسكين اون سيغ بوان ميم لي زوبيتال تاعنا والله العظيم سقموا او نيفو ديال زيرجونس انا نشوف انايا ان شاء الله علاش علاش في الاوروب مرض واحد يدخل وحده اللي زيرجونس موافقتني نعيمه مرض يدخل اللي زيرجونس حنا مرض يدخلوا معاه 100 إيه لا لا يفو ريسبكتي كاين دي ميشا كاين دي فرملي هذه ثاني ثقافه ثاني هذه ثقافه تربوا هكذا تربوا في رحبه كيما يقولوا تخي لوسون ان شاء الله ان شاء الله من هذه ياخذوا درس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاين بزاف حاجات اللي تعلموهم ان شاء الله الدين ونقى خلاص انا رايحه للاميره نبقاو في نفس الموضوع اميره مادام عندها طفل صغير في الدار على بالنا باللي ميرو صغير بزاف يعني ما يعرفش بصح يحس انك ما تخرجيهش ولا شوفي والله بون قبل كلش نقول ثاني تاع الطفوله سعيد لكل الاطفال وان شاء الله ربي يحمي الاطفال تاعنا سورتو ويعيشوا بامان باسكو ثاني توشانا نشوفوا باش تشوفوا شو صاري في مواقع التواصل الاجتماعي يعني سي مالوغو باش تشوفوا بلي حريه الطفل راهي كما نقولوا تغتصب سي سي سا سي غراف ان شاء الله نلقاو حلول لهذ الامور وانا نطلب من لي بارون يوعيو ولادهم يوعيو خلاص هذه كلمه عيب لا لا ما تقولوش نو يوعي ولادهم يحكم وليدو يا وليدي كش ما يكون ولا كش ما يصرى لك ولا كش ما واحد يجي يدير لك شي حاجه ولا داك روح قول لي لان حوادي كلمه عيب باسكو كاع تربينا ديك كنا صغار عيب 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 نو وليدك لازم توعيه تهضر معاه تقفو تفهمو واش معناها عفايس ماشي عيب هذه اون كونترير راح يحمي نفسه اكثر وراح يقدر انه يعيش فيها باسكو المشاكل راهي برا واذا طفل صغير حرم الطفوله تاعو ولا تعرض في الطفوله تاعو لعفايس بشعه حيكبر هذا الانسان كيف حبيته يكون حيعيش مالوغو حيولي يولي ان كريمينال يدير حاجه في روحو يدير حاجه في العائله ديالو دونك الطفوله انا نشوف لازم كاع نحميوها ماشي غير لي بارون كاع المجتمع
كلش جاريت بيبركوا وما يبارطاجيو دي تروك اللي يجيبوهم من بعيد ماشي باسكو حنا كمان ولادنا مسلمين وحكاين حاجات ما يديروهمش يزاريت دو بارطاجي دي تروك ماشي مليح باسكو من بكري لازم حراسه لهاد المواقع على خاطر الشارع تاني ما يرحمش دوك ولا كاين لي ريزو سوسيو خلاص كاين لونفون وكاين لا جينغرا تاني كاين انا هنا معاها في 14 15 16 والدين عندهم دور كبير والدين لازم يعرفوا يدوكو سافير دي تريك ماشي مليح باسكو سافا اكزاكتومون مع على بالهمش يا دي زونفون ولا دي زادو les gens qui ne font toujours pas la différence entre le bien et le mal. Donc, ils sont souvent influencés. Ils font des séries un peu étrangères et tout. Ou ils ne peuvent pas communiquer avec leurs parents. Alors, ils sont faits, ils vivent en Amérique, en France et tout. On va dire que les parents disent qu'ils ne peuvent pas faire des faits. Donc, ils sont là, ils sont mécoutes. Et par la suite, ça engendre justement des pédophiles. Ça engendre les problèmes qu'il y a. Parce que كيما قلتي بالك صح لا فيديو ماشي ديالنا بصح لي كومونتير ديالنا هادو سي دي الجيريان سي دي الجيريان اللي تلقاي ان الجيريان يكتب لك اتر بيدوفيل سي با غراف اللي يقول لك ما فيها والو اللي يبدا يعطي لك دي زيكزامبل اللي يبدا يقول لك لا بصح الدين ويسي يكسبليكي لك بلي ماشي عيب بلي حنا اللي ماشي نورمال اي سا Ça, c'est très très grave. C'est le début de la fin. Parce que qui ne peut justement, on commence à justifier des actes aussi barbares faits à des enfants, il y en a, mais Leïka, il y a 5 ans, où tu as ça, à la limite, Rjel, tu as dit que les gens ne sont pas un peu plus durs, maroufins. Tu as dit que les gens ne sont que Mara tu des vidéos comme ça où tu dis que et alors ou d'ajbt على روحها 5 سنين سي تري تري هادو هما بالنسبه ليا مرض نفسيا يعني هما بعد هما بعد لازم يعاودوا يروحوا للطبيب والو في الراس ماشي بون شفنا كيما متعودين الحصه تاعنا نعيمه فيها دي في تي ار نروحوا نشوفوا الفي تي ار ونعاودوا نولي يلا بون سي فريمون دور مي انا بيرسونالمون جي دو انفون اي جو لو في دي اكتيفيتي لازم ندير لهم لا بانتيغ ندير لهم ميم تاع ندير لا فارين يطبخوا وكذا باسكو سي فريمون دور اي فوالا وشي اللي نحتاجو نعطو لهم يلعبوا في الدار معنا مع خاوتهم مع والديهم الحمد لله يا ربي هما عايشين كيما الناس الاخرين الحمد لله عندي دو في ان غارسون رينا دراسيل ورائد فوالا الو سي دور على غير فريمون مساكن راهم يعانيو ان اونفون يحب يخرج يحب يديفولي في 100 متر كاري ولا 80 متر كاري في ان ابارتومون جاب لي ربي شويه ديفيسيل انا مساكن راهم يعانيو رانا نسيو نيكيليبري وبلي جوي نسيو نيكيليبري وب نقصروا معاهم نحكيو معاهم دونك انا ايساي دو ديكيليبري معاهم وخلاص لو ماتان سي لا غاس ماتيني باسكو جون با لو شوا اي نو دو فيغ 11 فوالا ومن بعد ندير لهم لا دوش تاعهم اكسيتيرا يفطروا ندير لهم لا سيونس دو بانتور تاعهم ومن بعد ابخي سا سخا لا تيلي ولا لو تيليفون عندهم اون اور دو طون ابخي سي لا سيست كي نوضو افون لو ديني ندير لهم دي سيونس تاع الكاتو ديريكت لي كاتو يخلطو كذا كذا ابخي سا سخا لا دوش فيغ 10 اي لو دودو والله غير سانسيغمون انا بور مي زونف والله غير ما كانش ان بروغرام تاع قرايه انا وراهم يلعبوا بوكو بلوس نسي وقلت لك لا مامون راهي مسكينه اوسي راهي تسوفري معاهم Mais bon, on essaie d'équilibrer surtout les jeux. On essaie de faire des jeux éducatifs avec eux. C'est tout un ensemble. Mais finalement, en grosso modo, ils aiment plus. Ils aiment sortir, surtout les vacances. Ils aiment les vacances déjà 15 jours. Ils aiment pratiquement, j'espère, Inch'Allah, ils aiment les vacances de الصيف. Un programme, ce n'est pas un gros programme. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme. على هاد الانغام وعاودنا ولينا من الفي تي ار وتقريبا هضرنا على الحجر الصحي والاطفال في الحجر الصحي درك انا حابه نعرف لي زاكتيفيتي اللي داروهم ولا اللي راح نديروهم للاطفال في الحجر الصحي نبدا بضيافي العزاز لانهم تاني عندهم الاولاد واش لي زاكتيفيتي اللي داروهم للاولاد ولا درتوهم للاولاد في هذا الحجر كما كنت نهضر من قبل قلت لو ديسان انا بنتي توسي لي جاتو دونك بنتها عاد باباها علم لها القران حفظوها
يعني ممكن اللي تعلمته في الدار من لاكريش صراحه يعني. صلي شرف اني قعدت تولينا ديجا في دارها. اي عباك واش عندها؟ الله يبارك تشوفي اموزي. اي سلمك لي زانسترومون ميوزيك انا. زانسترومون هذوك لي ليفغ انا لتحت مدايره لي زانسترومون ميوزيك من كوا وفوقها مدايره محراب مصلى. بالشتيها الفوق لا شومبر وي. دونك لتحت دونك نعلم لهم البيانو نعلم لهم لا ميوزيك نقصر معاهم يجيبوا لي فيلو ديالهم في الجاردان يلعبوا ما اون با يعني ما حسيناش ما اذا يغطف لعاد تقول ما نروحش لاكريش انا مليحه هنايا ما نروحش بس سيغ اذا صبح عندها اتولي بانتور وبعد اتولي كويزين وبعد اتولي جو في تري سوفون دي لايف باسكو انا عايشه لتحت مع بيروكي جادو مون بيروكي يغني معايا دونك يحبطونا حبطوا عند كوكون دونك مي جو كوني ميم تاني دي فامي دي جون كو جو كوني تاني شوفي لورغانيزاسيون صحيح الام اللي بارون كي اودو يديروا لهم برنامج جو بونس كو توفيق انا على بالنا عندك طفله صغيره انت اي عندي طفله صغيرين بنتي المراه تعلمها كلش هي اللي مسوفريه بها نكذب عليك وتحب تخرج تحب تخرج برا تلعب هذه خرجت ليك شوفي تحب تخرج خرجت ليا وتقول كورونا وطيب طيب الكاطو تعاونها نشري لها باش تكتب تعلم بعد غير تخلط مي سي بيان سوكيب مي وشنو نخافوا تخاف المراه الكورونا نخافوا يخرج لهم ثانيه نخرجوا كما كان يهضر مقبله فيتي انا سمعت نعيمه تهضر قدامي قال لك عنده 80 متر ويغموا واللي عنده 20 متر او 9 متر اللي عنده 40 واللي عنده واللي عايشين برا في القياطن اللي ما عندوش يا حليل اللي عايشين دون دي واحد يحمد ربي وخلاص ازمه وتفوت واحد يحمد ربي وربي على بالك ربي وينبه فينا وراه يورينا ميم الناس جهلت جاهلوا يبون نحطوا رجلنا شويه في الماء بارد وهذا الكبار لينا كامل الحمد لله تاع صبر وتاع كلش يعني باش يراجع نفسه باش واحد شفت بعد اميره كانت تمد الميرو لكولر والدار واش نقول لك شوفي الحاجه اللي مو احنا في الدار لا بلوبار يرسموا عندنا موهبه الرسم دونك ميرو يحب لي ستيلو يحب لي فاتخ وسبحان الله يعرف يشد في عمره 18 ويعرف يشد ستيلو يشدو هكذا يشدو ما يشدوش هكا يشدو بيان ايتو دوك شنو يحب يخلي كاع لي جوي اللي عنده يحب يخربش وكاين اللي ما عندهمش باش يشرو ستيلوات ما عايش يشرو ولادهم كاين فنانين بزاف داروا واحد المبادرات اللي نشكروهم عليها كنتوا تكلموا عليهم خاصه لي كلون خاصه كاين اللي فات معنا داك قصدي يعطيهم الصحه داروا حاجه من الدار كان يدير عرائس الكراكوز كاين مبادره ثانيه دارتها كما عندنا احنا في قلمه كاينه هذه لاباج قلمه لايف واش دار دارت مش تاع المسرح هذه باج وحدها واش دارت مسابقه في العيد احسن طفل وعرضوني كنت انا اللي رحت وزعت معاهم الجوائز شوف فرحه الاولاد صغار شغل مبادرات صغار ولهوا بهم الاولاد بطريقه غير مباشره كاين كيما قلت انت داروا ترتيل القران كما ديك الارشاد داروا ترتيل القران وبالمراتب شكون الاول حفز هاد الاولاد يظهر لي حتى هادو الفنانين بطريقه مباشره ولا غير مباشره ساهموا ولا الناس اي واحد دار مبادره انا اي واحد دار تحدي نعتبره ساهم باش رفع على هذاك الطفل اللي قاعد في الدار ترفيه احنا في تياتر درنا احكي حكايه يعني طفل اللي يحكي حكايه يولي حكاواتي وقيموهم داروا لهم هدايا وديناه لهم لديارهم يعني هادو مبادره ثاني ملاح كاين والدين ثاني واش داروا انا بحكم انا ما عنديش اولاد صغار انا ولدي كبير ما عنديش اولاد صغار في الدار وشي عندي اولاد يعيشك عندي اولاد خويا في فرنسا وفرنسا مش كيما احنا كاين الخرجه تعرف احنا يعني هما اللي هما ما كانش هما ما كانش خرجه ما كانش كانوا الاولاد واش يديروا عندهم وقت هذاك من الثلاثه للربعه ولا الخمسه يعيطوا لنا لينا نلعبوا مع بعضنا بالتيلي في الميسنجر نلعبوا خلقنا العاب مع ولاد خويا نلعبوا مع بعضنا ولاد عاده شتي ولاد عاده كل يوم ساعات يديروا عرض ازياء البنات صغار ويحلوا تليفوني ينعتوا لي ساعات يحفظوا الايات ويعيطوا لي وانا زعما نقول داروا ثاني يقروا عن بعد يكونوا يديروا دي جروب في دي زابليكاسيون كيما زوم كيما ويكونوا لي زيلاف كاع كونيكتي ويوروا الرسوم تاعهم يوروا لي زيكول بريفي ما لي زيكول لي زيكول بريفي تو داروا لهم هكذا ميم تدخلي في لي باج تاعهم انستغرام سي هكا غراتويتمون تدخلي تقدري تنسكري معاهم سي مالوغو كو لي زيكول جوستومون بوبليك ما لحقوش باسكو جوستومون ايزون با لي مويان بور بوفوار فير دي تروك كوم سا سيتير كو لي زيكول اللي شفناهم هكا اللي داروا قرايه عن بعد اي تو سي دي زيكول بريفي سي دي جوستومون مي لي زيكول لي زيكول بوبليك ما داروهاش مالوغوزمون تسمى اللي مساكن ما يقدروش ولا اللي ما يلحقوش ولا اللي يقراو دون دي زيكول بوبليك
ils ont pas مامش قاعدين ما يقدروش ي peuvent rien faire. نيمونيا دار ثاني المسرح الوطني محيدين بشترزي دار مبادره مليحه اللي هي احسن قصه للاطفال بمناسبه عيد الطفوله شاركوا فيها الاطفال بزاف على عن طريق التواصل الاجتماعي احسن مسرحيه اي احسن مسرحيه ثاني ثم الحمد لله هذه المبادرات انا نعتبرها يعني اعطاو كل حدا تعطوه تبقى عمليه انه كما قلتي انت تبقى الضغط على الوالدين كما قالت ثاني كل الوالدين ما يقدروش يبالك شي يتحكموا ساعات تلقي روحك صح ما تتحكميش في اعصابك ترجعيها في ولدك هذيك يعني وفوق فوق طاقه كاين كاين حوايج فوق الطاقه صح يفو دي لون بروغرام اطفال كيما قالت عايده يفو دي لون بروغرام حنا في وقتنا لي زاني 70 80 تربينا هكذا كنا ما نعرفوش البوبيه ولا تربينا تربينا لا ماغيل بالقريده يعني تي كيما راهم عايشين الكونفينمون اون روتروف ان بو لو يعني الفشوش ثاني ما يربيش بزاف وداك اوفير ان تيليفون ان بورتابل ان انفون دابا ماشي مليح العيني وماشي مليح التربيت والسيرفو ديالو هذيك اكبر مشكله حكينا عليها قبل رجعنا كما قال لك اون ديبلور سكي مونك شي دوطر كاين اطفال مساكن في سوريا اللي راهم يتعذبوا كاين راهم اون ديبلور سكي مونك شي دوطر كاين ناس مساكن اللي راهم دونك حنا في صغرنا تربينا هكذا تربينا في دار صغيره للعروسه زوج عرايس في ثلاث بيوت في العايده كنا تربينا كامل راس ورجل ما كانش الخرج حنا كنا تري زوغو دونك رجعنا لديك الحياه العائليه انا نقول لهم الكونفينمون سلاح ذو حدين صح رجعنا لديك الحياه اللي شبعنا بعضنا بعض شبعنا انا ولادي ما شفتهمش كيفاش كبروا مي دوك في هذا الكونفينمون اول رمضان اللي راني نعديه مع ما شفتش حتى ولادي ولاد ولادي راني شبعانة منهم الحمد لله الحمد لله فوالا اون بروفيت ان بو دو لا في دو فامي كما نقولوا حنا كنا في لي فاكونس تاع الصيف نروحوا كامل دار جدي وي وكنا نلعبوا بابسط الاشياء تلقانا نلعبوا بالتراب رانا نخلقوا عفايس هكذا نلعبوا بهم نديروا طيبوا بالكرتون نخدموا عفايس شغل جامي يلقاونا ورا ما الدراري ضلوا رانا كل مره مع حاجه من ليماجيناسيون تاعنا نكريو ميم لونفو عنده للعالم ديالو اي فوالا ليماجيناسيون يتخيل كنا نحكموا حبابين نديروا لاشي نديروا بوبيا كيما قالت الاخت مقبله على الدراري الرجال اللي ما يعرفوا النساء اللي ما يعرفوش كيفاش يردوا زعاف الدراري دي فوا كان دي بور ما يعرفوش يضربوا دراري يضربوا وليدك دي فوا يتخاف يعميه دي فوا كي اضربوا دي نهض واحد يهضر صح شتا نوفو ولا صغير ما يعرفش ولا طفله صغيره ما تعرف انا لك راه واحد يضرب الدراري كيما بور بونير ان انفون كاين دي بتيت بونيسيون فوالا بونيسيون يفو لي بريفي دو كيلكو شوز دو تيلي دو جو دو باش تلحق الضرب بون حنا لا لا في سي تربي حنا فوالا باش تلحق لك حنا تربينا بالضرب حنا تربينا بالضرب تربينا بالضرب المبرح ما تربيناش بالضرب نورمال من الوسائل اللي جو سوي كونتر هذاك الضرب شغل نحضر نشوف دي سان وين زعما لونفون يتنرفا يضرب يماه ولا لي كريز اللي يطرموا في القاعه انا وحده نكون نشوف نقول ندير له هكا يعاود يولي في بلاصتو دي فوا حنا اونكور باسكو حنا مازال عندنا هذيك التقاليد ديالنا اللي تاع دو طون زون طون اون تيليغ هكا مي سي فري مي عندها الحق سا كالم دي فوا سا كالم بصح ماشي هذاك الضرب تاع دي فوا اون فوا دي بارون يضربوا شغل يضرب في راجل كبير شغل يضرب كوبيات شفت نو مي فريمون مي دابري سا ليس دي سيكاتريس سا ليس دي سيكال حنا ضد العنف بانواعه سواء كان على دراري صغار دراري ما عنده حتى ذنب كما قلت باش نقدر نربيه بطريقه اخرى بعيده ثاني كاين ضرب ما يربيش كاين ثاني الدراري خداو ضرب صح شغل ماكش ضرب فيه كاين اللي يديو الضرب اي سا لي غون اغريسيف تسمى اللي بالك هو ما كانش عنده هذيك الحاجه مي تالمون دا الضرب ولا هو الكراهيه وتخلق فيه جوستومون يولي هو اغريسيف باسكو بوغ لوي هذه هي كيفاش يقدر يسيكسبريم انا عندي عنف من جهه واحده اخرى نعرفوا العنف تاع مفيد انا وحده نعرفوا لا لا العنف تاع نودعوا انا كرهته انا كرهته حتودعيه ما عرفتش كلمه ما راهيش انا على بالي شبت لا منيا لا قولي لنا ونكيوز اميره ضربه انت ها ضربوا شافي وما يحبوش الكوزينه ولا المتعه الكوزينه فانا المتعه الكوزينه ليها الكوزينه ايه حبينا نديروا تشالنج وحده اخرى تماك خلاص درنا كوزينه حتى حنا عندنا تحدي ما عندناش كوزينه خلاص وحده عندنا كوزينه خلاص نبدلوا شويه نديروا عفسه وحده اخرى نشوفوا تاع العفسه وحده اخرى هذه احنا الكوزينه بعدنا نديروا حفافه نديروا حفافه ولا حفاف اليوم كوزينتنا راح تشرفوها انتوما وراح ناخذوا حاجه حتى هي للولاد ما نقولوش عليها حتى نروحوا اشهار ونعاودوا نولي داكور
احنا بعدنا كوزينه ماشي صال دو بان ندوش لنا ديكا دلي ديكا خلاص نغلق الفرن ولا طولي نقشرو يلا عاودنا ولينا ودوكا احنا نشرحوا لهم واش راح يديروا. التحدي تاعنا تاع اليوم هو حاجه يحبوها الاولاد بزاف. انا نشوفوا في البطاطا زيد ماشي راح نديروا بطاطا مقليه ولا دي فريت اون فرونسي راح نديروا دي شيبس. راح نديروا لي شيبس اليوم دركا ما على باليش شكون يقطع شكون يقلي تفاهموا مع بعضكم. وانا نقلينا واش هي ماشي هكذاك تغنيو وطيبوا نغنيو وطيبوا ايه ايه نعيمه احنا ماذا بينا لي زونفون اللي كندير لهم ان كيك حاجه سي تريك فاسيل يلا بوب كورن يحبوا بسم الله بسم الله يبدا بيها البادئ ايوه يبدا بيها البادئ والصلاة على النبي مولاي محمد أطوى أنا خاطيني لا لا غني غني خاطيني الحنانة نعيم ماشي حنا غني حاجة أنا طيب جيت نطيب شبكة يا رحموني روح جيت نطيب الكورونا أخطينا يعني الشبكة روح الشبكة يا رحموني الدراري يحبوا لي فريت بزاف ويحبوا لي بوب كورن والحاجة على بطاطا لا بيغي لا بيغي فيون باش جوغي إيمي شوف ابدا سخن الزيت كنا كي نخرجوا مليكم من بطاطا وزرودية ودي نخليها حطيت الزيت بطاطا اه زيدي شي لازم يسخن مليح باش تجي مليح يعطيك الصحة نعيمة معليش معليش ما عنديش نوادر اسمع بابا هضرة معنا نجيبهم لك لا 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 خليني نعيمة خدتك نعيمة مسكينة ميوب خليني ورا من وادر نعيمة هاملي لا لا ما نلبسهمش خلاص ها لا طويري في غير درنا فخيت اومليت ديري ديري نعيمة يجوك شابين يا كيفاش جاوا كان نسمي رحم باباك يا غني غني عاش من شافك بعد جفاك اليوم اليوم سعدي وتاني مرحبا مرحبا برجوعك ولقاك والولو ينسواني انا جاتني عتول ولا تاع تعرف طيب نعيمه وين كاين تعرف طيب تاني مليح حاسب عبروش اه وي خوتنا ألف تحية لها جلون بغاز حبيبتي نعم ما إجابت أي واجدها أنا واجدة عاش من شافك بعد سنين طال بعدك وتوحشتك ومرحبا وألف مرحبتين قهرتني لكن نسمح لك تعاطف ما كاش معاونا انت يا غير طبل ما تغني انا معاك خليه روح تقعد وخليه ما كاش موس واحد اخر عاوني ورا موس ايوا غني غني يعيطوا الرابح يجيب لنا موس الله يسرك خويا رابح هي تغطى عن تقلي خلي يسخن خلي يسخن خلي يسخن هو ناوى شنو شعل فيه هذه تبع هي بلارج يا طويل القايمة هي الساكن بين الغروف الاثنين ما ترعاشي في بحيرة لالا عمولة الخل خالي بورط لي أنا هنا نعترض نحن الكوزينة نحن الكوزينة ضربة أميرة لا تنحاش تقعد يا نور عيني يا بركة كمتلوني الحب بليا والعشق مشوق أنا اللي بيا خلاني نهوم العزيز عليا بركة كمتلوم نحكي لكم هذه نحكي لكم هذه تضحكوا في 84 نعيمة كانت في الكيطاني ما جاهاش دربكي قالت لي روح شري دربوكه وراح طلع الدلاله شري دربوكه قلت لها كاع العرس يا حسره كملت لها كاع عجبني بابا نعيمه باسكو صح حضر يا حضر وعمر قال له كان كنت في طعين نعيط له وعمر كان في البركه تهلات فيا في عمر بصح وين كليت لها عمر بزاف في كرونوب كي رحنا لكرونوب والله غير هذاك واعر الشوي سمعتي قلت لها دات القلب الطيب صح يا عمري ابيك سبع ديال بنتي على 28 مانا هو اللي يدرب الله راه خدمت له الله يبارك وعنده عم عنده خالته اللي دي ميور شانتوز كي نقولوا شيخه البلاد تاع زمان تاع وقت لطيفه وقت إيه العرس كاين كاين خالته هذا ماشي شي بس هذا سيدي هذه اللي حاندي البرانيه كنا العرس نخدموا في السطوح نخدموا في كيطاني كنا اللي يقول لك خدم العرس هيا العالي طولك مفيدة عجبوني عيونك هيا هيا زين القلمية نهارا الله الله يا وي أمام درب وسنيالة والسنيال جني في الظلمة ما غادني شراش الغدوني بنياتك قديش يا زيد أبي صبوطي كيف تخلط على الداخل يا جدك هذا هو الصح هذا هو بابانا هذا هو اللي يتالله فيه اسمه ماوي هذا هو
راني درت فيها سخنه سخن غير انا خلاص دوك نريقليها سي با دي شيبس باش تغطيها كيكون فيها زيت كي تتندى بالماء درت الملح درت الملح شويه زيت ما تقدريش دير لي محبوس بزاف الملح عليك نعرف هيا تراه شوفوا درك انت تقلي لازم هاي بيك بدا فوق الجمر مشميه واللحم وتضرب اليدامي وزدو داودي داودي زدو داودي زدو داودي زدو الرحيم فكرت جمع جيت عيون جامع اليهود اللي كان يبيع الكبده مشرمله مازالوا ليامات كيما جامع ليبتشين في القصبه صح الكبده ديال بصح باك الكبده ديالو عزوج ونص خلاص وي علي لوبيا ثانيك البورك تاع علي لوبيا ما كليتوش انتوما دوب كي دجا كتروح تشري هكا يقول لك دوب دوب صغير والبورك تاع البسباس تاع الدوب وي ما جابيتي لبا مانيفيك تاع البسباس غير بلاصه اسمها البسباس مبالي لا بلاصه اسمها لو بون بورك في حياتي ما بين عنابه والطارف بلاصه اسمها البسباس ديروا واحد الدوباره تاع بالسكره والكارونتيكا تاع وهران واد رمضان واش طيبت انايا في الدار واش طيبت البوراك اللحم اللي حلو الشربه خلاص ما كاينش كيفاش تهرب للمراه تقولها لا عندي عاد عندي سهره نموت على الكوزين انا توفيق ونوض بكري نقضي ونحب ندير نقص المعاني توفيق قالوا لي هنا في ودني سقسيه الا مازال في القصبه دروج الكوزي دروج الكبده مازال محلوله قال لك مازال القديم ماشي القديم تاع جامع ليبتشين هو القديم هو الاول هذاك في الطحطاحه وين كانوا يبيعوا الحوايج دوكا تيك راهو في القصبه وين الدايره تاع وين كانوا يخدموا زمان الدايره تاع خدموا لي باسبور او جاي غير في طلعات انا كي كنت نتورني كاسبا سيتي كنا شغل جوست فوقه كل يوم ساندويتش وشنو بصح ديباسي زوج ونص خلاص ما كانش ما تصيح لكش كي تحبي تروحي القصبة تحوسي روحي عند عتما الكاميرا مان باب جديد يعرف القصبة مليح ولا شاش باش انا درني مون كنت تما خالتي ساكنة في باب جديد كو جون بغاس انا روفا كانت تما معنا روفا لان حي اللي كان هو الريجيسور هو اللي كدانا كاع البلايص كاع واش تاكل فريمون سي شوفي حنا الناس اللي ما تعرفش كاين الناس اللي تخاف مونيا اول قصبة ما كان والو كاين ولات فاميليا ما تخافيش ولات فاميليا كاع ما تقلقناش على بالي انا نعرف بصح نظره ماشي شابة على القصبة ولا على باب كاع ولات فاميليا الدخل يديروا لك هكذايا والتليفوني تاع باب الواز حنا ما كانش باب الواز زعما كي تحبي تولي بصح كانت قصبة انا دارنا كاع زايدين في سيدي هلال كاع في لاريد لا مارين كاين سيدي هلال كاع ولات القصبة الجزائر كاع هذه كذب عليك نحي طبليه طيب. نعيمه تجي تريح وانت قاعد على انا طيب ما كاش مشكله خليها تريح المهم هذا هو الكونفينمون روحي عندنا هنا زهتنا اليوم نعيمه والله يعطيها الصحه الله ربي يزهيك ان شاء الله مازال الخير لا لا كاش نهار ديروا لنا ان تخيك اون فيه بون غاتو ولا كاش ان شاء الله وكلاش جميله كذا تاكلوا عندك للدار انتوا عندك للدار نصوروا عندك مرحبا تعرفي ديري كلش الله يتعافي طيبي تعرفي تغني مونيا باينه باللي تحب الدوار العصبان تحب هذوك تبعنا جدي تعز بون كوراج ما تحبش الدوار ما تعرفيش تاكلي ناكل كلش ما تعرفيش تاكلي شوف ناكل كلش بصح الدوار والعصبان اقتلني مونيا ما تعرفيش تاكلي اسمعي عندي نقول لك محلبي مونيا محلبي ما نحبش المحل نطيبهم لك الدوار وحيد لا مونيا ما تعرفيش تعرفي لا كوزين تاع ماما الله يرحمها الله يرحمها ستيتي ماشي اون اكسيلونت كوزينيير شتي اللي يطيبوا في الجنازات اللي يطيبوا في العراس ايتو كيما حسيت معايا باسكو ماما ملي كنت صغيره نموت على الكبده مشرمله ماما كي كنت صغيره رباتني باش ما نخرجناش بزاف مفشه ناكل كلش زعما ما كاش ان ليغوم ولا ان فروي اللي ما نحبوش ابار بالك اللفت مي جو بونس كاع ما نحبوش اللفت شوفي ولاد درتو اون ايميسيون كولينير انفيتي دي زارتيست انا جي توجور سويتي فير اون ايميسيون في داري باسكو وي oui. يعني شاك ارتيست دون باسكو اون جينيرال لي ارتيست يتفننوا في اون سو مومون في لاختي كو جو سالو دير واحد لي غاتو الله في بيروت مسكينه راهي كونفيني تما ودوك دخلت في انا تخوفي ان دون اللي كانت ما فاقتش به دوك لي زيكلير وشوكولا كيفاش ديرهم هذوك لي لي كرواسون لي فري كرواسون او بور قلت لها وي مشي انت ورات لي شعلت لهم قالت لي ريكارد اون ديريكت Elle a fait de très bons gâteaux.
اورينتال اي سي بيان سي بيان مي بوكو دو بيرسون اون تروفي هكا دي مخبيه دي مواهب مخبيه ولا كاين طون دي ديكوفير ايزون ديكوفير دي باسيون ايزون ديكوفير دي تالون اللي ما كانوش يعرفوا دوك سي بيان عندي الزهره عندي مده ملي معروضه عند نعيمه مازال ما كتبتش مرحبا بكم عندي مده من نهار تلاقينا نروحوا اليوم عباك انا شوي تخي غابي تم تم اخو احوى بيك بليزير من نهار تلاقينا وهي تقول لي مفيده نوك عليك ربي هاي دار يوني واحد يعني حق نشهد لها في حاجه ثاني قالت ان بو مالاد ضربت كنا نديروا في شبيك بيك كي نقول لك كل يوم شكون يجيها باش تعرفي بلي صح الناس تحبها وصح كانوا يديروا ديزانفيتي يسلم كانوا يديروا ديزانفيتي اللي يجي عندنا يطلع عندها هي كانت الفوق كاع يطلعوا لعندها ما كان زعما واحد عنده مشكل ولا كان ولاحظنا عند كي قاعدين نهضروا على الكوزينه لاحظنا بلي في هذا الحجر اللي صرا كاين يعطيهم يطيبوا الكاطو كاين اللي يعطيهم يديروا كيما هكا دخلوا العجينه هكذا سا ليزاميوز البنات الصغار دخلوهم تشوفين بلي طابلي دخلوهم معاهم يديروا العجين يعني سوق نسام صح ما نخبوش على بعضنا لا 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 راجل ما شاء الله ما دوش من حق الخياطين الكبار اللي كوم وديليست كامل سي دي زام ويا درا توفيق واش الحالة عندك؟ اي معايا اللي ملاح اون كوبين عندها راجلها يطيب بس هي تيغو بوفو يموت على الماكله ويدير لها كيسقم لها بيان طابلا يعني بعد هكا فيلمي نحن نقولوا ايه انا راجل بنتي سي ان شيف دون لا كوزين سيريان الله يبارك ها وعرضينا ما لا يجيبنا نموت على الحمص يفيد لا كوزين كبي هو سي سا انا ديكوفريت فيها لا كوزين سيريان باسكو فيها بزاف الحشيش لا قلتي ناكل كلش دوك الكبه ديالهم ناكل كلش بصح قولي ما ناكلش الحشيش انا عندهم المقلوبه هذيك الروز بالباذنجان ايزون في تخي تخي عندو كاع فيهم الحشيش ميم الكبه هما اللحم كفت يديروه بلحم الخروف ماشي تاع تاع البريفير وي لحم الخروف انا ديكوفريت في راجلي يحب يعجن شوفي جامي في حياتو كان يدخل الكوزينه طيب تقولي لي زعما راجلك تزوجتي تقولي لي هذا يدخل لك الكوزينه ويدير لك شحال والو شغل حياته كاع يروح يونطريني يخدم ويدار سي تو ويدير البيتزا الله يعجنها هو دار الكسره بس مانيفيك ما فيها يحب يعجن يحب قلت له تيدي كبرت كنت تلمها انا العجين ماشي نحب نعجن لك عفايس غابي دي بصح كنت نقعد ندلك لك وكاع مع ودي حنا الطعام كنا لسميد نردو طعام زمان هذا البرومي جوي جو سي جينات شو باي بوبي premier jouet qu'on a eu c'était la dinette alors كانت الكسرونه الصغيره والتبسي صغير نروحوا نضبزوا معايا هذاك اللي قاعد هذاك اللي قاعد البصل نقعدوا نخربوا وبعد نقولوا سي بخي انا كنت بابا سيتي مون كوباي بابا نحييه بابا نحطوا هكا الجاردان ونقولوا له يا ذوق واحد اللي ميلونج مسكين ويدير لي ايه بس سافي بليزير صافي وين لحقت شاف اي طيب بالك حرقها النار هي اللي تحكم واش طيب توفيق صافي شك مغطيها توفيق طيب ولا ما طيبش انا نطيب دخلك مطيب واش سبيساليتي تاعك ندير شي حاجه ندير شربه ندير شي لابيري ندير رشطه والله غير مرك صح رشطه الله يبارك حنا شحال جايين نطيبوا اختي شحال تفور مختار رشطه هذاك شوفي اللي مير كوزيني سي دي كابيل قالوا لي كيسيون بيان هذاك مقبل شي اللي مير في الماكله نحييهم القبائل وين؟ اه يعرفوا يطيبوا هنا ولا ما عرفليش من لا كيستيون توفيق شحال تفور الرشتة مخطرة؟ نعم شحال تفور الرشتة مخطرة؟ أربع مرات يموتوا العجين ندب 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 ما تاكلوش عنده الرشتة قولي والله تقلبها عجينة خا تعجنها هكذا ما نعجنهاش أنا ما عرفت كيف نفورها أختي نشري أنا الرشتة اللي نشريها نشريها واحد المرة هاي فورها على الكلاسون شوفي اللي يعرف يخدم الرشتة مليح والله في مارشي ناسون في حكيطاني في حنكلة كان واحد المرة طيبها هي كانت لما قدمنيش ربي زوجة فنان ربي يرحمه هي تبيع مسكينه دوك تلرزق على روحها والديون ثاني تاع عمي محمد اللي مير والقطايف والديون كي تحبي تولي في صحف كلش والله غير القصبه قصبه بس نروحوا وحي الله جلاله توت لي كويز اوا قلب اللوز ماشي باب الواد كاين جوج كان واحد في القصبه كان واحد يبيعوا في الروتشال وكاين سرير تاع صالومبي ما نحبوش لا ما تعرفيش تاكلي انا ما دوب انا ناكل سيدي يقول ماشي انا ناكل انا ما يعجبنيش انا جيم با قلب اللوز تاعهم مونيا والله غير بزاف اللي تخو سكري ماشي على تخو سكري مونيا كي يديروا له المزهر هباك ديجا شوفي هو روحي عنده تفهمي سرير يعرف يما صاي ولينا في صاي شفتي شوفي توت لي كويزين علاش نحو كوزينه فرونسي يجوا يدوا يا مونيا كل الطبخات الجزائريه
من الحداده للحداده بنينه كونت الي بيان بريباري تعود اليد بنينه تعود اليد بنينه عندها كل واحد وعاداته وتقاليده وعاد واش يحب صح تعود اليد ماشي بنينه باسكو الحمد لله عندنا تراث غني هذا في اللبسه وفي المراه كاين الناس مسكينه تلقاها تحب الفو فيغ ا مونجي وتسيي وتبع لي روسيت بصح ما عندهاش الروح هذيك الجهه ماشي بنينه نخليو اعزائي المشاهدين توفيق يظهر لي قريب راني نشوف فيها حمارت من هنا ونروحوا لواحد الفيديو الشوية يعرفوا طيبوا شوية كما قالت لك الحداده الحداده كل واحد عنده يعني ولايه يعني انا بسكره نقدر نعيش دوباره تاع بسكره دوباره صاي شهاونا جماعه شوفي اختي سمطينا سمطينا لا كولينير كونستانتين هذيك البقلاوه ديالهم وطمين اللوز شوفي كل منطقه عندها بتميز تحيه لكل المناطق انا مش من قاطعش تروحي تلمسان الحريره وهرن ثريه الجزائر ثريه بعاداتها وتقاليدها انا مش من قاطعش تروحي لبسكره تاكلي الدوباره تاعهم وتاكلي البوراك تاع طرباقه وياكلوها صباحها وياكلوها صباحها ما انا ناكلها صباح وتشوخه نحيي بشاكرها وعندهم ماكله تاكلي تشوخه تاعهم ولا الدوباره تروح تقعد كيما كيك بعد خلينا خليونا شوفوا اسمعوني خليونا في الدوباره ولا طيب صباح متعه واحد ما يعرفها لازم تجربوها انا ما نقدرش ناكلها صباح انا كليتها انا كليتها على 11 وعبك مع خاصاني وناسي محد وشوكا دار جيريو باسكو كنا نديروا لي اون تورني تاع ديزات كوميدي شوكا وجابوا لنا صباح قعدت نخزر فيهم قلت لهم انتم ماشي نورمال راكم تاكلوا فيها هكا 10 دو ماتان قلت لهم انا كي بدات الحق 11 ونص 12 باش مون سيرفو يسادابت باش يقول لك نقدر ناكلها قلت لهم سينو ما نقدرش تطور مي تعرفيها؟ ما نحبوش تعرفيها كيفاش يطيب؟ نعرف اليوم راهي حصه غير الشيف كيفاش يطيب ما عرفش ماما ديرو تطور مي على بالك دير لاصوص حمراء وكاين اون بات يقطعوها سي ديفاي هذيك ماكله انا ما نحبش معنا ماشي الفنان توفيق معنا الشيف توفيق اليوم الله يبارك لا مفيده والله الله يبارك يعني شوفي اختي مفيده كاين الناس اللي تاكل غير اللي ساك نيمبورت كوا برا هذاك ماكله تاع الدار امبورتو مليحه ليستوما علاش الناس راهم يموتوا هاي نعيمه والله شوفي كيفاش طيبت نخلعي هذا العام نعيمه جاب لي ربي هذا العام اللي طيبت مع 11 ما عندهاش الوقت ما عندناش الوقت لا نطيبوا في رمضان ما عندناش الوقت الله غالب كونتون التومي صح مع العراس اي مصباح وانا نجي عندكم ونعاود نولي عندهم نروح لهيه ونعاود نولي هنا اعزائي المشاهدين كنا تحدثنا بقيل وحكيت لكم على واحد المبادره قلت لكم دارتها لاباج تاع قالما لايف اللي هي احسن طفل في العيد نروح نشوفوا هذا الفيديو اللي جانا من قالما ونعاود نوليو قولي له باه عمو نخرج طبيبه ولا مهندسه قولي له شكرا عفوا هذه البراءة هي اللي تتكلم ماشي احنا انا نفرح كي نشوف الناس فرحانين على خاطر بيهم هما كما يقولوا الناس الكبار والولاد الصغار هما اللي على وجههم راه نفرحوا في النعمه على خاطر براءة تامة ربي يفرحكم كما فرحتنا النتيجة النهائية لهذا الطبق يعني أعزائي المشاهدين هي شوية برانية وشوية شيبس وشوية ديفخيت يعني ثلاثة في واحد فوالا أوكي تفضل
عباك على طيبته ماك دايم تما باش باش يعجب كاع ماشي غير ماشي غير العمليه انا قطعت المخشن ندير كلش انا قطعت المخشن حبينا نطيحوا عليه شوفي لا 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 هاي نعيمه تعرف درت لهم الملح ذوقوا لي شيبس انت هزي الرقيقه درتهم شي دوغي مونيا لا لا شيبس تواني يحبوه تواني يحبوه محروقين شيبس شيبس هادي ماشي خرطي شيبس طاب صح شيبس طاب طاب سيدي شيبسي ايا سي قطعتو مرقاق ما نقدرش نقرمش منين يتقرمش مولي منين يتقرمش طاح بنيهم بنان بنان ايوا هذا هو عشاك يا جماعه سامحوني يا خو تاكلي الطعام ديالي كيفاش نفتلو زيد دوق فورو كيفاش نفتلو الطعام حال فورو لا سونتخي قالت لي مره قال لي رشتها مع خطات هي ضرر الطعام طابو مليح على بطاطا صنبان انا بالنسبه ليا بالنسبه ليا يعني كي رانا في الدار نديرو حوايج كيما هكا خير من اللي نروحو نشروهم منها نوكيبيو الولاد منها وحاجه صحيه انا انا بناتي لي بوب كورن يديرهم في الدار اه في الدار يديرهم واش بنينه مونيا انا نحب بوب كورن بوب كورن سالي بنين ولا غير بنين انا ندير الزيت ومن بعد ندير لهم لي زيبيس انايا ندير لي زيبيس وكاع تما يجوا هكا يجوا بنان البوب كورن بحال بون كاين يحبهم سكري انا اش بريفير حلوين خير كيما قالت لك انا زعما الزيبيس هما اللي ضروا بزاف انا شوف انا في لك حلي مره انا ملاتيم تاع الملح انا الملح 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 ما عندي حاجه في السكري زيد كل زيد له الملح زعما كي تاكل عندي طين طيب تقول تجيبي لي الملح الوغ كي ما كاينش السكر هو اللي يسمن بصح الملح يدير لا ريتونسيون دو وي خير الامور كيما دير اكزاكتومون خير الامور يوسطوها بون ميم بور لي زانفون لي زانفون تلقاي انا ملي كنت صغيره نحب الملح بابا يقول لي تخرجي راسك يابس ايفيكتيفمون خرج راسي يابس مي Mais même pour les enfants, il faut éviter de manger trop sucré, trop non, parce salé. Déjà, ça les excite. Donc, bzef, l'énergie. Donc, ça les excite. Les bonbons, exactement. C'est pour les enfants. On a peut-être collé, mais t'as des chocolats, c'est là, là les bons, c'est pour toi. Et les enfants, pour les enfants. Et qui m'a connu, je vous fais la vidéo. يعني كانوا الاولاد شابين وفرحانين تما ماهمش حاسين بلي كاين صح كورونا وكاين بس صغار براءه ورقه بيضاء كما نقولوا احنا ربي يخليهم لمالينا ان شاء الله باش نديروا تعليق صغير دوكا بعد ما كلينا البيطيطيطز وتيتوس واش كنتي هافه تقولي البطاطايط ولا غمرصاداس رايحه عن توفيق رايحه عن توفيق ورايحين ننساو شويه الحجر ننساو شويه الاولاد ونروحوا للجانب الفني توفيق حاب نعرف جديد مش انا اللي حاب نعرف المشاهدين بالطبع نعرفوا نشتيو نقراج احنا في دارنا تعرف سوق نسا لازم تخربيش ولا ما تصلحش حابين نعرفوا جديد توفيق وراه يدور واش كاين واش ما كاينش وجد الميكرو قبل ما نهضر على الجديد حبيت نشكر لاكوافيس تاعكم فاتي اللي تهلاو فيا يعطيهم الصحة والله غير مي يخدموا ما شاء الله مع الكورونا هذه ماشي سهلة واش عاد يخدم يعطيهم الصحة كامل الفريق التقني كامل جنود الخفاء جنود الخفاء كاع كيرياليزاتيو لي كاميرامان وعلى الجديد عندي شونسون مع نالجيريان عايش في تولوز سامي جزائري نالجيريان صغير غنى معايا شونسون راي راب وعندي ثاني جديد ان شاء الله مور الكورونا احنا نطاكيه ان شاء الله فيها اغاني تاع الاعراس مؤخرا شفناك باللي غبت شويه علاه لازم نغيب علاش ما نغيبش نهار كامل انا نخرج حتى يكرهني الناس الانسان اللي يدير حاجه شابه ندير حاجه شابه تدخل بيوت الناس ويسمعوها الدراري مقبله كنا نهضروا على الطفوله الدراري يحبوا يسمعوا حاجه شوفي اللي سيكسي ديجا حاجه اللي شوفي اغنيه باللي اشتهرت شوفي اللي صغير لا غناها وحفظها عارفي باللي هذه بوم مي ان شاء الله كاين جديد نديروا في وهران نحيي الناس وعرا نحييهم عندي سي شونسون عندي روم سيدي وحدهم وعندي تانيك تاع الاعراس سبيسيال فيت كان بزاف يقولوا شاب توفيق يغني غير عندي واحد الطلب بك صغير وما كانش لي ما قلتهالوش واش هي المعقوله الشهريه؟ المعقوله الشهريه المفيده عدس اللي هي احنا ما تقدرش تجي لعندنا بلا ما نبروفيتيو منك نعم هز الميكرو نعاودك غنينا ما نقدرش نقول لك تغني غنينا اي حاجه عطينا حاجه اكابيلا غنيه واش مغنيه حبيتي؟ واش تحب؟ باغ اكزومبل واش حبيت؟ ايوا واش تحب واش تحب؟ حبيت انتم هاكم واش حب؟ نو ماشي هذه لا تجي تقول باللارج شو غني كلش غير باللارج لا واش حبيت انت يا رحتي انت يا رحتي نخليها المفاجاه خليها هيا خليها غير ما نغنيها درك نغنيها دوكا هاي هيا داكور كاش مشكل لا معلاش المفاجات
بالصحة. يعطيك الصحة. الله يسلمك. جيتنا للغرب، تحية كبيرة للناس الغرب وخاصة الناس بالطيوة. عندي عائلتي الدوزيام تم، نقول لكم توحشكم وما جيتكمش هذا العيد. الناس الشلف، الناس الغرب كامل بدون تحيز. دوكا نروح ل صاحبتنا، لقبتك صاحبة القلب الطيب. صح؟ الله يسلمك يطول عمرك. نعيمة، جديدك، مشاريعك ان شاء الله. هو جديد من كثر ما في التسعينات اللي زاني 2000 عصرنا مخنا، وكتبت انا بما اني نكتب ونلحن اغاني دي زيزيتور اللي يخرج شويه من بعد يخبيها في القجر ولا يغلق، راح ندير بيستوف نعاود الاغاني اللي سبق ودرتهم اللي ما عرفهمش للجمهور، واغاني ثاني اللي درتهم اللي كتبتهم من صردين شاولي كما انا ليك البهجه نولي ليك كما لهذيك لاله مولات العبروق، بوكو دو شانسون اللي على بالك انا ما نحوسش على الاغنيه اللي دير ضجه وتموت، يعني سي دي شانسون اللي قعدوا في اللي عندهم ميساج كما نقولوا احنا، دونك نعاودهم جو موتو برودوير، ندير ما باج يوتيوب مازال ما درتهاش، ما مون كونت يوتيوب تو، ونخرج ندير مي كليب موميم باسكو دوك ما كاينش لي زيديتور اللي يدوا. و جو في ابيل ا توت لا نوفيل جينيراسيون لي نوفيل شانتوز الاصوات الجديده الجميله، نعطيهم نكتب لهم ونلحن لهم، رانا موجودين. وي فو اي ديليجون صح. لا لازم. سي تري امبورتون. وي انا كي نكون هنا تماني نبروفيتي. تبروفيتي. انا عندي بقى لي خالي واحد اللي نوجه له الف تحيه ونقول له ربي يطول لنا في عمرك، وراح نهدي له هذه الاغنيه اللي راح نطلبها منك لو سمحتي، تسمى غنينا الاغنيه هذيك تاع خالي. يا خالي. يا خالي يا خالي لا تفرط فيا، يا خالي يا خالي لا تفرط فيا، يا خالي يا خالي لا تفرط فيا، وانا بنت وخايتك وغير حن عليا. دمعة جاتني على خاطر عندي بزاف ما شفتش خالي هذا، خالي نوار نقول لك نموت عليك، وعلى بالك معزتك عندي وما جيتكش العيد هذا على خاطر كاينه هذه الحاله تاع الكورونا، والعيد كنت هنا في الجزائر، نقول لك نموت عليك والف الف تحيه بالك لاول مره نذكرها. عندي زوج خالات وخال وعم، هذا واش بقى يعني اللي قراب يعني، والباقي كامل بنات عمي بنات خالاتي، هذه فرصه باش نقول لكم كل نموت عليكم بدون تحيز. ربي يعيشك صحة. اللحم يشوك تما. الخالي قال خالي قال بابا، احنا نقولوا اللي قال خالي قال بابا، ما كانش احن من الخال. عندنا تحدي ولا لعبه في الحصه تاعنا اليوم، راح نلعبوها مع بعضنا كامل. انا قالوا لي يلعبوها الضياف، بصح انا جاتني فكره قلت عليها ما نلعبوهاش الكل، وانا بصح نقعد الحكم، يعني لازم يكون حكم بيناتكم، ماني ما نحيلش معاهم، ما تخمو ما احنا كونترهم. درك انا كل واحد يخير مع من يلعب. توفيق مع من تلعب؟ مع اميره ولا مونيا؟ لا مع مونيا. مع مونيا. نعيمه مع اميره. يلا اللعبه واش هي؟ راح نسمعوا مقاطع، ركزي يعني نركز ولا تتغير فيها؟ راه تغير فيها انا لا درت لها هكذا المعركه زعما غير في القديم جديد ما تحبت قديم. عندنا مقاطع موسيقيه نسمعوهم، وشكون الاول اللي يسمينا الاغنيه؟ اوكي. يرفد يده ما يهضرش، يرفد يده وانا نعطيها، انا الحكم. نبداو ان شاء الله. هاي اسمهم ليتيم، حنا تيم باب الواد. خلاص وانتوما قبه هاي قبه. لا هما اللي يسمحنا مولودي. انا اللي يسمع. قولي والله انا نلعب معايا اللي يسمع. باب الواد قبه. باب الواد قبه. هاي باب الواد قبه. هاي اسمعوا مليح، ركزوا. الله يرحم طالبي في ديك الرقده. ركزوا وانا حكم. دركا وين فهموا كيما مونيا كانت فاهمه واش تقول؟ تقولوا باسم الفريق تاعكم، قالت باب الواد يقول لي قبه، يقولوا الكلمه الاولى باش انا نعطيك وهما يسكتوا ونشوفوا الا كان غلطي. لا كان غلطي النقطه تروح ليهم. ما ما كانش على بالي غير ما كلم. لا دوكا خلاص فاهم. نعاودوا شوف تربح العيب، شوف راح نعاود على جالها هاد الفرزيطه. جبنا غير لي سكسي ضربه انا حافظينهم كامل. هيا راح نبداو، ما كانش دوك تقولي لي ما على باليش. ما كانش مشكل. هاي كاتشو باب الواد. باب الواد ما تهضرش، شنو نقولوا؟ قلنا باب الواد. كاتشو ربي يرحمه، كاتشو ربي يرحمه. زيدوا لنا فيها. انا يا قلبي حسان قلبي باسكو حسيت بين عرضها.
همي همي جاني من دمي. شوفي انا ما نعرفهاش. الله يرحمه كان يعرفوا على الاغنيه غناها هذه كاتشو. انا على بال علاش غناها. ربي يرحمه. وغناها في الدوار تاعو وين مدفون ربي يرحمه. وعداوه في الدوار تاعو على الاغنيه هذيك. ونهار مات حضرت الجنازه تاعو ربي يرحمه. ربي يرحمه. نلعب فريق الوطني مع فريق الاوروغواي في سام ملعب في مسازويليا. ربي يرحمه. مات لافي ربي يرحمه. الصباح رحنا ونشكر الرجال اللي داونا حتى لباتنا. ان شاء الله ربي والله يطول في عمره واللي دو ثاني خرج لعب مليح يلعب الكره مليح ونحيي ناس باتنا عين توته ولا تشلي هو همي همي جاني من دمي ان شاء الله يحن القلوب نروحوا لاغنيه ثانيه واحد صفر ما تحبش الخساره اميره ربي سهل سهل باب الواد حنا الاولين طلع وما قالش باب ما هضرش بس بصح هضر في ثاني باب اميره اميره هضر خذ دقيقه انا عندها 5 سكوند 1 2 3 4 5 يا زينه ويا زينه ودي عنواني لا لا قال قال 5 4 5 صافا بوكو نو نو انا جاتوندي كانوا دون لي قد حتى نقول لكم انا جافي الازرق سعاني حبيبتي نشتيك بصح ما تريشيش ماشي نتريش انا فاتت نعطيكم انت بدات تخرجي لي في عينيك من هي ها تضربني اسمعي يا شوفي ها انا عم بلي وش ديجا ما تقوليش كاع لو تيتر تاع الازرق سعاني كلش كل غنى واحد صح معليش عطيها عطاك عطيها على خويتنا واحد واحد معليش معليش الازرق سعاني شمامي زينه ودي عنواني ماميه ماميه ورب الخضر هاي هاي المقطع الثالث ثالث كي تهضري ديرك ما تخش تخمي باب الواد حبسوا 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 وين ميا ماروسي وخير كرفان لا روسي لا روسي لا روسي كرفان تو بغداد لا لا ماشي كرفان تو بغداد جمال عروسي جمال عروسي حكمة القدار جمال عروسي حكمة القدار حكمة جمال عروسي قالتها هي حكمة القدار لا لا نعيم عندها الحق بارودي بارودي حكمة القدار حكمة القدار غنيو هاي حكمة القدار لما رحمت قلبي ولا بغاتني بقال وارد هيا نروح الرياضيه احنا زوج واحد باب الواد سور لا تيت دو ما قوليها طال غيابك يا غزالي شبعت لي ربي عارفه طال غيابك يا غزالي يا خويا دارت لي حاله جات 5 سكوند هي دارت لي نعرفها تقول شعرها عندها انطق شكون يعرف شوف شوف ركزوا بقاو زوج برك والله يا اخت مفيده هذا الفنان هذا ربي يرحمه ما كانش اللي يقدر يخلفه ربي الله يعطيه شحال كان يخرج اغنيه في النهار حسني ماشي كان يخرج اغنيه في النهار حسني واش كان يخدم في النهار ايه فوالا حسني الله يرحمه فنان اخلاق تربيه وعاش في حومه كيما يقول لك في قومبيطا كيما احنا في باب الواد ونحبوه ونعزوه حتى كي نموتوا كاع حسني ما كاش اللي يقدر يخلفه حسني هذا فنان ما نهضروش ما نزيدوش نهضروا كاين الشاب فتحي ربي يرحمه تاع وهران المقطع الثالث ركزوا مليح الرابع الرابع بقاو زوج مقاطع انا دودو ايوا اطلق لا لا عرفتها سانك مازال ما درتيها درتها وهبطت يدي سكتي باب الواد باب الواد هرا اسو نصرو اه نصرو كملوها كملوا ماهوش نصرو نصرو اش قلبي يعطيك خبارو عرفت بعلو والله غير عرفت نصرو تروح نقطة لينا هنايا تروح ليه ثلاثة اثنين تروح ليه من نقطة نعيمة الجزائرية لا لا نادية الجزائرية هذه هي نعيمة نعيمة دقيقة سمعت على نعيمة 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 كاينة نادية الجزائرية نادية ثانية نادية أول اللي سجلت بعد عمر الزاهي هذه الغنية آه. سي نعيمة بابسة سالي طراش قلبي لحشتي درت له لايف كامل ومن بعد ابخي ومن بعد عاودوا الله يبارك هادي وجي فيني في لو تيغوار تعرفين انا نحوس بزاف
وخدمتهم درتهم من بعد عاودوهم حسب عمرو شغلنا من اروع ما يعرف درك مونيا لازم تشكروها عطاتكم نقطه غراتوي مونيا مغسيه نصرو المهم كل واحد عنده ثلاثه راكم ثلاثه زوج عطينا المقطع اللي بعده اخي ما بقيتيش ديري لي لقطه تاعك هذيك خلاص خلاص وعد مازال وزوج ماشي الاخير باب الواد باب الواد حبسوا روحي بابا كتريش واحد واحد خليها تمشي سيرفونيا هاي تحسب لك مازال كيما تحسبي لها انا ما سمعتيهاش مي باكو سيدي شويه اي تحسب شاب خالد اه خلاص انا غلط هو قالها صح ربحناكم شاب خالد ماذا متعادلين يعني واش من غنيه شاب خالد كيفاش متعادلين دكتور دي انت نقول ولا ثلاثه ثلاثه استنى واش من غنيه زيدوا شويه في النقطه زيدوا شويه خالد لو راهي تاعو يا خاله هيا دوكا راكم اربعه فراجيل اربعه 3 3 هما 3 قبيل عطاونا نقطة عطينا لهم دوكا زادة لا انا 4 3 معليش بصح 4 3 مانيفي بصح هذوكم مازال هيا هذا الاخر هذه الاخر هذه اللي راح تفصل بيناتكم هذه اللي راح عطينا حاجة أصالة تاعنا عطيوهم حاجة عطينا حاجة قدموا كلهم قبة قبة هيا حبيبتي ناعمة بابسة شيخة البلاد وانا مكاسر انا درت الملح وكليت الملح تاع نعيمه في دارها انا ما احنا ان شاء الله نزوروا بينا كيف كيف تربينا انا كومونسيون شرفنا شرفنا حضوركم في زوج اول عام كنتوا خفاف الظل طيبنا غنينا ضحكنا صح لعبنا الاخرين واللعبه الهدف تاعها ماشي رابح وماشي رابح اللعبه تاعها اصلا فضت ليه لا ليه فضت ليه الحمد لله الحمد لله القلوب الهدف من اللعبه انه باش نروحوا لانفسنا ونروحوا على الناس اللي راهي تشوف فينا ما نديوهاش غير هضره ضحكنا مع بعضنا دركا حابه نقول كل واحد منكم نطلب انه يوجه للكاميرا تاعو كلمه للطفوله والكلمه الاخيره تاعكم بالطبع انا اول شيء نقول شده وتزول انه يعني مسألة فترة إن شاء الله وتعودتوا للمياه المجاريها إن شاء الله لازم دعاء لازم صبر ووليداتنا إن شاء الله لازم كل أم ما تزعجش وليدها وتعرف كيفاش تربيه ولي ماما اللي ماكمش تخدموا بلاش ليك خاش خلوا ولادكم في الدار ربوهم أنتم الأم يعني تعرفي واش طيبتي لوليدك وتعرفي واش وربي إن شاء الله يحمي وليداتنا كامل إن شاء الله يا رب شكرا شرفنا حضورك نعيم الله يخليك أنا أقول نحب الطفولة ونموت على الدراري واللي ما يحبش دراري ما يعرف صلاحه يكذب عليك الدراري هما الصح كي نشوفوهم في الاعياد نشوفوهم برا ونشوفوهم في العراس هذاك هو الشرم تاعنا دير اولادنا ربي يحفظهم ان شاء الله ونطلب ان شاء الله كل من جميع فن اللي يقدر يساهم اغنيه باسكو اغنيه الطفوله راهي غايبه نشكر شاب يزيد اللي نحييه ونقول صحة عيدك كاع واش راك دير للطفوله وراك تفرح في الدراري وراك دير لهم الحفلات بارك الله فيك صح. حاجه مليحه باسكو يزيد انسان متخلق متربي فنان ويعرف وين راح على بالو واش راه يدير وان شاء الله كاع الفنان اللي يقدر يدير اغنيه على الطفوله مليح خاطرش غير كيما شفت انا طفله سوريه تغني في دوفايز الله غير بكاتني لحقت عربي قالت لهم اين هي اغنيه الطفوله شو احنا محروقين ما عطاهمش قيمه قالوا اعطونا الطفوله بارك الله فيكم السلام اطفال راهم في المستشفيات امراض امراض ثاني ولا راهم اون دور دالجيري في الحروب ولازم ربي ان شاء الله يشوفهم براءة كما يقول لك طب براءة ويعطيكم الصحة وربي يحفظ ولادنا بناتنا ولادنا يعطيك الصحة هذه هي وتحية الجزائر انا نقول لكم يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا صح جاست ليه كما تقول مفيده مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحه اللي تبعتونا ومازالكم اوفياء لسوقنسا اما الدراري الصغار والاطفال يعني تاع كل امه الاسلاميه نقول لهم صحه عيدكم نقول لكم جيسبر فريمون كو حنايا على السلطات ديالنا وحنا نقدروا نحميو الاطفال ديالنا سورتو نقدروا نربيو
نربوهم ونكبروهم بلا خوف وبلا ما نخافوا عليهم بلا ما نخافوا عليهم من في ديورنا باسكو دي فوا يصراو عفايس في العائلات. ان شاء الله نقدروا نحميوهم ان شاء الله يكبروا بخير وعلى خير ويكبروا في عزنا. اي بي سي تو. وكل واحد يشوف حاجه ماشي مليحه كما قالت لكم اميره ولا يشوف حاجه منكر ولا مليح نعاودوا نقولوا لهذيك تاع بكري اللي الجار يقدر يعيط لي اللي على ولد صغير ولا الكبير تاع الحومه ولا نيمبورت كل بيرسون اللي تقدر تشوف حاجه ماشي مليحه وتقدر ان انترفيو ولا بوسوفي لا في دون بيرسون. مادا بها دير هذاك لو بتي جيست باسكو ما تقدروش تعرفوا بالك هذاك لو بتي جيست فا شانجي لا في تاع هذاك لونفون. اي بي سي تو. ونتلاقاو السمانه الجايه. صحه مونيا فكرتيني في حاجه امبورتون سيرتو الدراري مساكن هذو اللي يقتلوا فيهم ولا نشوفوا بزاف كريميناليتي بالجاربه يخطفوا الدراري. ان شاء الله العداله تعطيهم حقهم هاد الناس هادو ما يزيدوش يدنا وكاع للدراري باسكو ولد باري ما يعرف والو مسكين راح تقتل الوليد تقتل وليدهم ولا تقتل بنتهم حرام عليكم ربي يهديكم وان شاء الله العداله تاعنا راهي تسقم وان شاء الله اللي داري يخلص وما دنوش للدراري سيرتو الدراري ولا لا نعيمه سيرتو الاطفال. اميره انا نبداها نقول لكم في كل عالم عندي حبيبه هي الطفوله وان شاء الله تقعد طفوله دائما بسلام ويعيشوا حريتهم يعيشوا سورتو طفولتهم باسكو سي تري امبورطون يعيش هذيك الفتره من حياته الفتره الجميله اللي كامل عندنا ذكريات من الطفوله تاعنا اللي توجور عايشينهم في الخيال تاعنا وان شاء الله هاد الوحوش اللي راهم يغتصبوا الطفوله بشكل عام ان شاء الله ينالوا حقهم من العداله ومن عند ربي سبحانه طبعا وان شاء الله كما قلت لكم مقبل عسوا ولادكم ربوا ولادكم بيان وعوهم بيان باسكو ما كاش واحد اللي راح يعرف لهم صلاحهم ولا راح يقيديهم في حياتهم كيما نتوما دونك لي بارون وعي ولادكم ما كاش حاجه عيب يسقسوا اي حاجه ريبونديو وتقول لهم شنو ما على باليش ما تسقسيش ما تجيش تسقسي هاد لا كيسيون عيب فهموهم بالهضره اللي لازم تتفهم فيها بلاج على حساب لاج ديالو وان شاء الله كل الاطفال يعيشوا بامان وسلام ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. انا كي يهضروا على الاولاد نقطه ضعفي لانهم براءه ما يعرفوا والو صفحه بيضاء ونعاود نقولها لذا قبل ما نختم انا ونقول كلمتي نعيمه راح تغني هي اللي راح تختم لنا الحصه عليها راح نقول كلمتي الاخيره درك راح نقول لكم زوج كلمات حتى لو قطعتم راسي فلن تغيروا افكاري حتى لو قطعتوا اصابعي سابقى اعزف واغني يعني حتى لو كان ديروا واش ديروا ما تقدروش تنحيوا البراءه والابتسامه اللي عند الاطفال يعني ارحموهم هذا واش نقدر نقول لانه مني تعدى على براءه زي كلمه براءه تكفي ثم ما فهمتش انا اسكو ماهوش انسان عادي لهذا ربي يحمي ولادنا ان شاء الله لانه هما المستقبل هو الجيل اللي راح يكون ربي يحميكم ان شاء الله ونعاود نقول لكم من هنا من صقنصه الف 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 مبروك وعيدكم سعيد ونخليو نعيمه عبابسه هي اللي تختم لنا احلى ختام ان شاء الله قال لك مسكوها ختامها مسك تفضلي نعيمه. Baby
لوشال قدم لكم هذا البرنامج. لوشا للنظافة العميقة. في ألف طريقة تواجه فيها البقع، بقع صعبة وما بتنشف، بقع عميقة وما بتروح. شو ما صار عندك طريقة واحدة. لوشا للنظافة العميقة بأقوى تكنولوجيا ألمانية يتغلغل أعمق لإزالة أعمق البقع بلا ما يتلف القماش. لأحسن نظافة لوشا تكنيك.